عسلامة مدام. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. عرفنا عليك. مقيسي سهام. تونسية عايشة في الجزائر. دوبل ناسيوناليتي ماخدة جزائر الحمد لله يا ربي. أنت تونسية جزائرية. يعني من أب جزائري ولا تونسي؟ الأم والأب توانسة وبعد بدل بابا الجنسية في عايشة في الجزائر وعملنا الدوبل ناسيوناليتي. تونسية ومشيت عشت غاديكا أقلمت بسهولة؟ لا الحمد لله الحمد لله محسوب التونسي والجزائر مش بعيد على بعضهم. أول ما عرست ومشيت غاديكا كيف جاتك صعيبة ولا؟ ايه والله محسوب فرد تقاليد شويه الطبخ شويه مبدل العائله محسوب عندي عائله هنا وعائله ثم لباس الحمد لله. حكيت لي على الطبخ انت قلت لي على الطبق الجزائري مختلف على الطبق التونسي. اي مختلف احنا بحار ونفوح ياسر وفي في الجزائر ياكلوا الابيض وما ياكلوش الحار ياسر ما ياكلوش التوابل ياسر ما ياكلوش اما خير والله كل بلاد اما التونسي الماكلة التونسية فوق الكل والله. بحكم انك انت تونسية يعني تعرف طيب كان الاطباق التونسية؟ لا طبعا نعرف التونسي وتعرف الجزائر. الجزائري تعلمته والتونسي امي تعلمني وكي نجي نعمل كما نقولوا طوى الانترنت ولا حتى حاجة فاتتني نعملها. أشهر طبق جزائري الشخشوخ اللي كنت تحكينا عليها هذه. الشخشوخ الشخشوخ أي الشخشوخة بالدجاج باللحم بال شنو هي الحاجة لهنا اللي كيف جيت لقيت صعوبات فيها؟ ترونسبور شوية غلات بعد 3 سنين كورونا غلات بلات غالية ياسر والترونسبور تجي تحكم تاكسي ما تحكمهاش ما تلقاهاش هذيك هي الصعوبه الوحيده اللي لقيناها يعني الحمد لله كل شيء لاباس اما 3 سنين بعد الكورونا صعبت ياسر. يعني انت هنا مشكله في الترونسبور نجي نخرج باش نحوس لازمني التاكسي التاكسي ما نشدو الا بعد ساعه ولا ساعات مبطل قلت لك الترونسبور وشويه التاكسيات ولو سامحني في الكلمه ملهوفين ياسر. تجي كيفاش ملهوف؟ تجي تحبس تاكسي تقول له نمشي للباص هذيك يقول لك لا يحب يا تراجي كبير باش يربح فيه باش تقول له عندي تراجي تاع دينار ولا دينار و500 على مراه كبيره ولا على انت مزروبه ولا على طبيب يقول لك لا انا مش طريقي ولا ينحي لك الوحده هذيك تاع الشابو ولا يقول لك اني ماشي لبلاصه اخرى وقت فطور. اما هذا اللي قلقني انا ملي جيت ما قدرتش لا ندور لا نحوس لا نخرج باش نحكم تاكسي، تاكسي ما يقفلكش يقدر بسهوله ما يقفلكش. لي بيس ما فماش الكارات ما فماش في كل بلاصه. واحنا كيما عندنا احنا امي مرا كبيره لازمها تاكسي ما نجموش نهزوها للترين وما نجموش نهزوها للنقل ما نجموش نهزوها للي بيس. والتاكسي يقول لك مانيش في طريقي. ماكش ماشي في طريقي. يعني انا نمشي خلصوا باش نمشي في كيا في طريقه هو مش في طريقي انا فوالا هاي قلقتك الحكايه او لا لا طرو ياسر 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 نحكي وازيد على الابليكاسيون تاكسي بولت ما جربتش باش نجرب ياسير انا توا باش نجرب ياسير خاطر امي امراه كبيره لازم يجي حتى الباب الدار فهمت هاي انتم اخوات اي احنا اخوات اي بعد مده تتقابلوا ليه مساسين تقابلوا ديما ما من الكورونا قعدنا 3 سنين ما تقابلناش هي خاطر معرسة في الجزائر في عنابة اي نعم 3 سنين كيفاش تعديت وانتم ما مريتوش بعض؟ تعدي الحمد لله فما الميسنجر كان جامي فماش الميسنجر انا هبلنا والله والله حال والله حال توحشنا امي معايا في الجزائر حصرت واختي في تونس واحنا تلاقينا الا عندنا توا 4 ايام اللي تلاقينا بعد 3 سنين كجزائري كيفاش تعرفت عليه؟ والله جواز تقليدي شافني مره من العائله جواز تقليدي اي الحمد لله ناجح الزواج التقليدي هذا ولا؟ والله ناجح بالاحترام والتقدير ناجح الحمد لله يا ربي
توا عرسنا لبنياتنا وتوا بنياتنا سافروا وانا قاعده مع زوجي هاني جيت لاختي نطلع عليها وان شاء الله نروح نهار السبت والحمد لله يا رب. اول ما عرست دار حميتك عائله راجلك ما كانوش متقلقين خاطر تونسيه ولا بالعكس فرحين بيك؟ اصعاب لا تديري الحما وذوك اصعاب اما الحمد لله مش صعاب اش معناه؟ صعاب ماخذين الفكره تاع بكري تاع الحما لازم هي تتحكم ولازم هي تتصرف ولازم اما الحمد لله يعني مش شريرين ولا اما تلقاهم يحبوا هما الزمام الامور في ايديهم. كيفاش تاقلمت انت مع الظرف هذا؟ سياسه تونسيه. ولا بعرست بطبيعه كنت طيب تونسي كنت تذوقهم الماكله التونسيه؟ اي علول ما يقبلوهاش من بعد يقبلوها. اي ومن بعد يقبلوا العصيده التونسيه ومن بعد العصيده الزقوق ومن بعد يقبلوا بعد يوليوا يحبوا كل شيء ومن بعد يكرهوا ماكلتهم ويحبوا ماكلتي. معناها يكرهوا ماكلتهم؟ هو يحبوا الضفيح تو كي يروح لازم نهز الضفيح نتاعي. اي الهريسه العربي نتاعنا. الهريسه العربي والملوخيه نتاعنا والكركم نتاعنا وكل شيء نتاعنا. اي راجلك كيف كيف عودته على الماكله التونسيه؟ على الماكله تاعنا ما ينجمش ياكل ماكله اخرى. هاي توا اللي دايرين بينا كل ياكلوا ماكلتنا. جيرانك زاد كيف كل ياكلوا ماكله تونسيه. كلمه الختام. كلمه الختام ان شاء الله ربنا ربي يعطينا السلام الامن والامان وربي ينحينا الوباء وربي ان شاء الله يجعل البلدين يجعلهم اخوه والمسلمين الكل وخاصه الجزائر وتونس ويعملوا لنا عمله واحده ويعملوا لنا نعديو بالكارد ايدونتيتي ونحيوا لنا المشاكل اللي بين البلدين ونوليو اخوه وان شاء الله ربي يبقى عينا ستر. امين. شريها على الصلاح ان شاء الله. يعطيك الصحه مدام.